السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا أشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الرحمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا. حجة يا